وأنا أقنع إنه المسوق ما سق بدن يها ولا بدن أيك السعودان سوقا وأنا أقنع إنه سوق حيرين هاي سوق واهن لبع سنو إنه حيرين هاي وأنا وحيرناي حيرنين دقال الآن هو حيرين هاي ما مرحمة هي السياسة حليمان مركز لقى تجا إن السوق صعب وخطي تدك شيء شعب كه شيء إن اللي يبيه دول كني حاد كجد وانت هاي أو عضيمة أو دتك وش هي كرتانا هاي واللي يبيه نص شعب كه سوق تاجنون إن دولة ده لها أيام عن تكوها يسوين أوجين إن سوق عس ولا وريك تي أو كفر مروج يسوي دولة دي هاسة يجنا وا أو إن يجنا لفتي ود دولة دي هاسة وحوي أنا وأو تلا حما تي تاو قلادين عدة كفا عيد شرتي عشور توجو بدن كسو جلي شرتي وقرن كسو مال لان دباتي دي سينا وينو عرقنا مركز عرقتي دلك دقالي سالكم مرايو وينو عرقنا وكقيب هنتي دي وجو بدن يد قرنك ووضلها ولا حراشة ولا يبي يلا جيبي كنا عصت تدي أفر نينو وين ود أجنا هاي أيا يلا جيبي يجا لفتي ودنا ما حش شوضان حليبان محمد شامع كدورة كتر سن مدن ياش جراها وكل هذا لقى دور تيجي قبل كم ردي شيء حيا مانتا كرمير كنت جا سوق واهن وما لنتي شرى هي تد كي كان عسين شري هالكاسية وكجبتي أي شيء جان إن ودتي دحمر يصير سوق قاسي اللي يبي يسلم أركانا يبس يبين تي داسك كاشدن دورة ده حي دورة ده هسي عاصمة دهر جيسا حليبان كا أيا كرمير هو كسم يه هالكاسية كدب وحور بهن تا ففهين كسي وحياه هالكاسية وكسو أركي إن ساك وحن صوبه غني سوقي واهن لورن شري غبتي انتي كنولايت يا وحي هدا كانت لغو هي لا ديسايو ان دات كينا سو دورتي ترين كود انغو كجوابينا ايانو نيمي ساك ان شالي وا لا سوتين ميديا دا ان مظاهرات كي كدعاي لا سو غليي كوسابسنا ان ودوين لا خيدايو ان تاسو ما نو نيمينانو كفل علينو اونو اندين داينو أنا أجنو هل كوا حكى خلدين يهين عدي مركا كم مسؤول كأنا لقول الله حساب تمو وحلا جوي ديو وحلا سلو ناتش حل بانهان حل بايجا سارن تدك الشعب كيال كاكو كان عصناي تدك بعد كفردية دروفها فربضن دقالة له سياسة له لا دالا داعي حل بايجا سارن نسوي نندايو عندنا فسح حكومة بهني وحفيز دولة دين ماها لكن تدك بنان كفردية عندنا أوغلانشو وموي دي سنايو شرعنا الله يقول ملاها وعفكو عسكري قال هل كاتشوغا وكهد لاي ولها بس ذاتها وراق سوغا تتكفردية بعد كفردية إن عندنا موي دي سنايو قال عشان أصاب بغضه وأنا حق بنا نقول له هاي عسكري قال يابي مايو هل كان واحد كده عاي إن حيابة أخلاق ده كبح سن عسكرت عسكرت إن أو تليها ماشى حكومة وإنما دي كمرد دو سيتي إنما دي ماشي للسعودية أي لا تقالمين أي كمرد دينا كقادين وحلا على وحي قبني إنه كبحسن شرعي أنا ميتشرين يجوا حلو درين الشرعي إلاليان اللهم درين إن تتك عبريان عدة صو أمرتي كو أمرتي إن تتك عبريان وخل دينهن شرعي جيس مرين وأنا نوجان دونا عدة يهين وحنويمي وحي عبشتي شلت تولي ماشي كتشرتي طريقة اللي يروى الله دي dadka qaar ku sheegayaan waa la iibiyay anigu wax xogota cadeyn uma hayo mana sheegi karo laakiin inaan ogaadoon xogagaal ka noqdo oo dadka meesha ku ganacsada iyo dadka hantida leh aan wax ka weydiiyo dabeetana cidii ka mas'uulka ahayd haday dawladda hoose noqoto oo iyadu de mas'uuliyadda gaarka ah uu ka saaran yahay oo maadaama maamusho suuqan aan ka wareysto oo nu weydiiyo waxa halka ka khaldan arinka ka khaldan xukuumadda halkii in cidii iyadana mas'uuliyadu ka saaran tahay ay la gasho iyadana wax ka weydiiyo saas ahayd booqashadeedu saaka dadka inaan dareenkooda ka jawaabno oo ah tii wixii naloo soo doortay laakiin waxa muuqata in amar khaldan la siiyay askarta oo la yiri cid haa sii deynina kamarada haa sii deynina xilibaana haa sii deynina ciddii amarka ka dambeysana waan ogaan doonaa waana amar khaldan caburin caburin dalkan uu ka koray state-tankii baa laga xoroobay 2019-kii baan leeyahay ayaa laga xoroobay cidda maanta taa ku dhaqmaysa waan ognahay inuu musuqmaasuq badan iyo hawlo badan ay ka socdaan suuqan waan ognahay inuu suuq xayiran yahay suuqii waahin laba sano inuu xayiran yahay oo aan u xayirnay xayirnayn dhaqaale la'aan ee uu xayiran yahay maamul xumo iyo siyaasad xumo wixii laga leeyahayba suuqaasi wuxuu xidhan yahay wuxuu cuddu ka xidhan yahay waa qaranka Soomaaliland
عدة كفا عيد شرتي عشور توجب هذا نكسر جلي شرتي وقرن كسومال الآن دباتي دي سينو وينو عرقنا مركز عرقتي دلك دقالي سالكم مرايو وينو عرقنا وكغيب سوقي كلا جبتي سوقي وش على جبتي كم واحد لح بلود جدو هذا لقول دسو سي dadkii ka ganacsanaaya dan yartaha markiiba loo soo kiciyo si dhaqaalaheena uu soo kaabo may dhicin waa siyaasad xumadeena dalka ka jirta waa taan inta badan ka hadalno waa dareenka dadku qabo dadku way aaminsan yihiin way xishoonayaan wayna ognahay afar ba dushooda ku laactamaaya haday noqoto ganacsato haday noqoto siyaasiin wayna ognahay hantidi ugu badnayd ee qaranka oo wada lahaa waa la xaraasho waa la yibi yaa laga yibi ganacsatadii afar nin oo in wad ognahay ayaa laga yibiyay iyaga laftigooduna ma xishoodaan oo yiraahdaan ma yiraahdaan dadka wuxuu hanbeeya iliyo inkaar leh dadka wuxuu hanbeeya waayo hantidaas ummada way ka wada dhaxaysaa musuqmaasuqa cidna imika farta kuma fiiqi karo baaritaan buu u baahan yahay musuqmaasuqa anigu suuqa suuqa waaheena xayiro aan ku sheegaya dowladda dhexe ayaa gacanta ku haysa wayna ogeyn suuqaas oo la wareegtay oo ka faramaroojisay dowladdii hoose iyagana waa u iyaga laftigooda dowladda hoose waxa weeyaan waa u tala xum hadday taa ogolaadeen iyagay mas-uuladdu ka saarnayd xilibaan marka laga tago inaad suuqa soo booqatay dadka sheegay shacabka ahee sheegay in la iibiyo dhulkani waxaad kaga duwan tahay oo caddaymaa oo aad dadka u sheegi kartaan ahayn waa la iibiyo sa shacabka suuqa taaganun aad wax lima baa tahay la doortay anumaba oran inaad maqlaysa mooyaane waa la iibiyo suuqa waxaan ku jiraa suuqa dadka tuunkoodu waa sidaa laakiin anigu wax uguma hayo hore baan u cadeeyay taainaan baadhitaan ku samayno inaan baadhno oon ogaano anu intaan ka warahayo lama iibin suuqa intaan ogahay lama iibin laakiin dhismo waa loogu talagalay iib ma aha laakiin dhismo in laga dhiso waa loogu talagalay laakiin waxa weeyaan ma ku habboon yahay in dhismo halkaa laga dhiso weeyaan dad baa hantidoodu ka gubatay oo u baahan in dhulkoodii loo bedo loogu bedelo meelo kale marka halkaas ma ku habboontahay weeye in la isweydiiyo mise waa in meel kale la geeya haddii laisla garto inay ku habboon tahay dee dadka waa in la qanciyaa oo dowladda hoose la hadashaa haddii aad baadhitaan ku jirto meanay habboona inaad marka hore tagto intaadan suuqan imanin inaad tagto xafiisyadii gacanta ku haya dhisitaaka suuqan ma suuqa ugu horreeya inaan soo booqdo dadka dareenkoodii shalayto la hadlaayey inaan ka jawaab celiyo horta iyaga u imaado oo iyaga ayla soo hadlay qaarkood inaan u imaado oonin dareenkooda dhegaysto halkaasuu baadhitaanku ka bilaabmo xagga kale kama bilaabmo ibraahim jaakar c b i t v hargeysa masha allah soo dhowaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121